أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي مصممة على تنفيذ أهم بنود برنامجها الذي أعلنته يوم تنصيبها قبل أشهر، والمتمثل بجمع السلاح المنفلت في البلاد وجعله في يد الدولة فقط. وأضاف أن حصر السلاح هو أهم العوامل التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العراق. ومن جهة أخرى طلب حسين بعمل عسكري واستخباراتي دولي يوقف نشاطات التنظيمات الإرهابية ويجفف تمويل فكره وإرهابه.